هذا البرنامج برعاية مؤسسة توكل كرمان. سترى نفسك في الغير وستعرف ما تحدثه لمسة إحسان. بالخير سندرك حتما كم نحن بخير، بحكايات تأخذنا حيث شهر مبارك وكل عام وأنتم بخير مشاهدي بلقيس أينما كنتم داخل وخارج اليمن. أهلا ومرحبا بكم إلى الحلقة الأولى من برنامج حيث الإنسان في موسمه الثاني. هذا البرنامج الذي سيرافقكم طوال ليالي شهر رمضان المبارك على شاشة بلقيس. برنامج حيث الإنسان برنامج إنساني، في جزء منه هناك مسابقة. سيكون من خلال هذا البرنامج لدينا يومياً العديد من الجوائز والأسئلة التي ستعرض عليكم. فكرة المسابقة تنقسم إلى قسمين، هناك أسئلة على الهواء مباشرة وهي فقرة استحدثناها هذا العام، بإمكانكم التواصل معنا مباشرة من خلال الأرقام التي ستظهر أسفل الشاشة. هذه الأرقام هي أرقام محلية بالتأكيد للتواصل معنا، وهي تقريباً بتكلفة الاتصال العادي يعني، حتى نسهل عليكم المشاركة والاتصال والفوز بجوائز برنامج حيث الإنسان. أيضا هناك شق آخر في مسابقة البرنامج وهي كانت موجودة في العام السابق وما زالت معنا في هذا العام، هناك سؤال يومي يطرح من خلال الواتساب، نستقبل الإجابات على هذا السؤال، وللسؤال ثلاث اختيارات طبعا، فقط المطلوب منكم اختيار الإجابة الصحيحة فقط، إما رقم واحد أو اثنين أو ثلاثة، والسؤال سيكون ظاهر معكم يوميا طوال اليوم طبعا، وسنجري في حلقة الغد الفرز والإجابة ونختار واحد ثلاثة فائزين. طبعا أذكر بأنه المسابقة هذا العام على مسارين، لديكم فرصة للمشاركة والاتصال من خلال الأرقام الظاهرة أسفل الشاشة، وهي أرقام أذكر أنها أرقام محلية حتى لا نكلف شيء على المتصلين والمشاركين معنا في تكلفة الاتصالات. مادة الفيلم هي الأساس، والقصة التي تعرض معنا في البرنامج تأتي الأسئلة والمسابقة منها. في كل حلقة سنعرض قصة من إحدى مناطق اليمن، لذلك المطلوب منكم أثناء عرض هذه القصة التركيز في تفاصيلها حتى تتمكنوا من معرفة الإجابات الصحيحة. وكل يوم قصة وأكثر من جائزة نقدية ستكون في انتظاركم يوميا على الهواء مباشرة في برنامج حيث الإنسان. الساعة التاسعة وخمس دقائق هو الموعد الدائم والثابت لنا في شهر رمضان على شاشة بلقيس، تابعونا.
على بعد مسافة قصيرة من مدينة جعار في محافظة أبيان الساحلية تقع قرية عبد الخالق، القرية العطشة منذ عقود، قرية مهملة لا يخالطها سوى ملوحة الأرض وعرق المكابدين من أجل العيش. أكثر من 30 أسرة في هذه القرية يعتمدون على الزراعة كمصدر رئيس ووحيد. هاجس العطش الملازم لحياتهم بات لا يحتمل. وحده بئر أحد المزارعين كان ملاذ ضامئين في القرية وقبلتهم الوحيدة لمقاومة عطشهم اليومي. وحين تتعثر مضخة جلب المياه تتوقف الحياة في تلك القرية أو تكاد، فاللجوء إلى شراء صهارج المياه أمر مكلف لا يقون عليه. نحن في برنامج حيث الإنسان اقتربنا من مأساة أهالينا هناك، وساهمنا في أن نجعل قرية عبد الخالق تودع العطش بعد عمر طويل. بين هذه المروج والسهول ثمة جفاف لا تخالطه سوى ملوحة الأرض وعرق البسطاء. أراض شاسعة وقرى وحواضر متباعدة يجلدها الحرمان كما تعصف بها الحروب والنزاعات. هنا خنفر، أكبر مديريات محافظة أبيان مساحة وكثافة سكانية وأهمها زراعياً أيضاً. الحياة هنا شاقة ومتعبة بفعل انعدام الخدمات رغم جمال الأرض وخصوبتها. هذه مدينة جعار مركز المديرية، وتلك جهة تقودك إلى اكتشاف نقائضها. فوضوية تنقل الريفيين وتباعد القرى يشكل عائقاً حقيقياً أمام استفادة سكان المنطقة من الخدمات والموارد المتوفرة. على هذه الأرض تقف قرية ضامئة وفيها تكتشف العدسة ملامح وطن منسي ومخذول. أنا محمود سالم من سكان ساكن عبد الخالق. عددنا 35 أسرة هنا في القرية هذه. نعاني من شحة المياه. يعني المشروع الحكومي لا يصل عندنا. بأسباب أنها ما عندنا قدرة أن نوصل مشروع المياه من الحكومة. قبل فترة طويلة كانت السلطات الحكومية قد نجحت في تنفيذ مشروع مياه خاص بالمنطقة، لكنها فشلت في إيصال قطراته إلى هؤلاء. تروح من العمل مغرب، إذا ما فيش ماء في البيت تضطر أنك تروح إلى أي بير، إلى أي مكان بعيد تجيب الماء. نحن لا نسوي من المشروع الحكومي لأنه يبعد عن القرية مسافة كبيرة وغير قادرين على تحمل تكاليف المشروع. كأن على هذه القرية أن تدفع ثمن وجودها في هذه البقعة من الأرض، وأن على سكانها البسطاء مواصلة الحياة التي ألفوها منذ زمن بعيد.
لقد توقفت يد الحكومة بعيداً عن هؤلاء، وسبقتها إليهم يد بديلة لمواطن يملك مزرعة في الجوار. البئر هذه كل يوم نجيب منها الماء، لما يكون يعني الماء ماشي فيها يعني بندوا البئر حقه نجيب من مكان ثاني من ابيار ثانيه، نجيب الماء على ريوسنا ولا على الحمير هكذا يعني يوم المعتاد ماشي. شلينا حاجاتنا كامل، رحنا المكان اللي فيه بالماء عملنا صبنا عبينا ماء عملنا كل شيء وروحنا. بس لما يكون يعني المكان هذا مقفل يعني البئر مقفله نجيب من مكان ثاني، المكان يعني مساحه بعيده. بعدين بعدها على الماء طابور الأول يعبي يعني يومنا هكذا المعتاد. في الأسبوع يومين توفرنا الماء، أكترته شوف رمضان صراحة رمضان الماء ما يتوفر هنا، الماء نجيب على ريوسنا. الساعة 6 الصبح بنخرج، الظهر بنخرج نجيب الماء، العصر بنخرج نجيب الماء، ساعة الأفطار يعني تعرف الناس يجهزوا الأفطار وإحنا نجيب الماء. بهذا يعني هكذا حياتنا المعتادة هكذا واصل. أما الماء صراحة نعاني منه بكثرة. القرية هذه تعاني سنين من شحة الماء هذا، ومحتاجة إلى مياه أكثر من هكذا. فتحنا البئر هذه فعل خيري للقرية هذه، لأن بيشتكون من شحة الماء، ما في تدخل الماء من المدينة ولا تدخل الماء، إنهم معزولين من المدينة. وعملنا قد قبل فترة هذا الآن نشتكي من شحة الماء، وعملنا احنا علينا عملنا اللازم لهذه القرية. هكذا يتسابقون إلى منبع ليس لهم، وهكذا يضطرهم الجفاف لاستغلال كل شيء بما في ذلك الصغار. بسبب شحة المياه قد نضطر أن نتأخر على العمل، والواحد يعني مع عمل أشغال كلها أشغال خاصة، ما في أشغال يعني عامة ما في وظائف، نضطر أن نتعب ونروح ونجي. بعض الأحيان قد يكون وقت العمل نتأخر على العمل، نروح نضطر نجيب ماء هكذا. عندما يغلق صاحب المضخة نضطر ان احنا نجيب ماء من اماكن بعيدة، واللي عنده قدرة استطاعه يشتري له وايد. ثمة يأس طاغ واحساس بالعزلة بين هؤلاء، ففي قناعتهم أن الحياة لم تعد جديرة بالعيش وسط هذا العدم والخذلان. لا يعيش الناس هنا في انتظار شيء يسندهم أو ينتشلهم من واقع مر، كما لا يستسلمون أيضاً، لكن ثمة أمنية واحدة تجمعهم، وهي الحصول على مورد مائي أو حتى شبكة مياه تصلهم بالمشروع الحكومي الرابض بعيداً عنهم. أنا معيدة على البيت أسرة يعني 7 نفر، لم حانا منظمة هنا ولم حانا الدولة هبهم عندها، قالوا يشتمن كل واحد 50,000، احنا ما عندنا 50,000 ولا مشاري ولا يعني عندنا عمل. عندنا أول مشروع الماء يعني صعب عندنا الماء، ساعة طرحنا خزان يعني نحق في الليل، وساعة ما نحصل من ما يقيمون الملم البرد حق المكينة. لو صار عندنا مشروع ماء خير كبير. هذا الصباح لن يتوقع أهالي القرية بأن وجهتهم إلى البئر التي ألفوها ستختلف، وأن اليد التي توقفت بعيداً منذ زمن ستمتد إليهم أخيراً. لقد كان على فريق البرنامج الذهاب للتنسيق مع السلطة المحلية بهدف توصيل شبكة مياه لسكان القرية، وبالفعل نجح الفريق في ذلك. لانه خط القائمين هنا وخط القائمين هنا وقائم القائمين. المشروع عباره عن توصيل المياه الى قريه عبد الخالق، عدد 35 بيت. اهميه المشروع هي اهميه كبيره جدا، لانه من في البدايه كان الاهالي كانت تعاني انها تذهب الى المزارع المجاوره، مزارع لانه ما فيش مصدر ماء غير الارتوازات اللي في المزارع. فتخيل قريه بدون ماء، والماء عامل اساسي في حياه الانسان،
فكيف بتكون القرية عايشة ماءها يجيها بالقطارة؟ عبر هذه الطريق يمكن مد شريان حياة لعشرات الأسر وإكمال ما بخلت أو عجزت عنه السلطات. بهذه الحماسة يحاول الأهالي مساعدة فريق العمل على إنجاز المشروع، وبهذه الأنابيب ستشهد القرية وضعاً مختلفاً على صعيد خدمة المياه. حتى الصغار لا يستوعبون ما الذي يجري، لكن رؤية آبائهم بهذه الحماسة تدفعهم للبهجة ومرح اللحظة. يمكن لأهالي قرية عبد الخالق الآن اليقين بتجاوز أزمة العطش إلى حد كبير بعد أن وصلت شبكة المياه إلى كل منزل. لأجل هذه البسمة التي كانت على وجوه الأطفال كنا هناك في برنامج حيث الإنسان. من أجل هؤلاء البسطاء نحن لم نذهب لنساعدهم، هم ساعدونا. أنتم شاهدتم بالفيلم كيف أن الأهالي استجابوا لرغبتنا في مساعدتهم في برنامج حيث الإنسان، كيف هم من كانوا يعملوا على حفر والتركيب. وهذا هو الهدف الحقيقي لبرنامج حيث الإنسان، أن نكون قريبين من الناس، أن نساعدهم في ظل الحالة الموجودة حالياً، في ظل غياب الدولة، في ظل الأزمات والحروب التي يمر بها اليمن. نتمنى أن يكون أهالي قرية عبد الخالق فرحين، ونكون أوجدنا لهم شيء يستحق الاهتمام والمبادرة. والهدف من هذه المشاريع ألا تكون لحظية، أن تستمر مع الناس. الآن يعني سنتحدث كثيرا عن ما كان في القصة وتفاصيل هذه القصة التي عرضت والكواليس، لكن أذكر بالمسابقة والاتصالات وأن الأسئلة ستكون من تفاصيل الفيلم. لدينا اتصال؟ طيب، السؤال الأول على الشاشة: كم يبلغ عدد الأسر المستفيدة من المشروع في قرية عبد الخالق؟ الو، ايوه، الو، السلام عليكم، شهر مبارك، كل عام وانت بخير. كل عام وانت بخير. عرفني عن نفسك، انت اول متصل مشارك معنا. سعيد عبد الوهاب الشرعبي. اسمك؟ كل عام وانت بخير وعافيه. طيب، صوتي واضح عندك؟ سعيد عبد الوهاب قحطان الشرعبي. سعيد عبد الوهاب قحطان الشرعبي. سعيد عبد الوهاب قحطان الشرعبي، اهلا بك يا سعيد. يلا سعيد، حياك الله. حياك يا سعيد، تسمعني بشكل واضح؟ ايوه ايوه. من اي محافظة انت تتصل لنا الان يا سعيد؟ من تعز. من تعز.
طيب السؤال على الشاشة معك، كم يبلغ عدد الأسر المستفيدة من المشروع في قرية عبد الخالق؟ تابعت الفيلم أنت؟ أيوة. كم عدد الأسر؟ أيوة نعم. تمام، إيش الإجابة؟ أنت تأخر الآن في الرد لأنك تسمعني من التلفزيون، لو توطي صوت التلفزيون قليل. عدد الأسر؟ أيوة. كم عدد الأسر المستفيدة من المشروع؟ أيوة كم عدد الأسر؟ عدد الأسر أيوة أكثر من 50 أسرة. لا أقل. كم؟ أقل من 50. كم؟ أقل من 50 أسرة، حدود 35 أسرة و 40 أسرة. 35 أسرة. 20 35. خلاص 35. 35 أسرة. خلاص أيوة 35. أيوة مبروك لك سعيد الشرعبي من تعز، أنت أول متسابق وأول فائز، مبروك لك 50,000 ريال يمني، ونتواصل بك غدا إن شاء الله ونحول لك الفلوس. مبروك. حياك يا أستاذ سامي. حياك، مبروك لك، مبروك. إذا مشاهدينا تابعتم، سعيد اتصل على الأرقام الموجودة أسفل الشاشة وهي أرقام محلية حتى لا نكلف عليكم، يعني اتصال ربما هو بالتكلفة المحلية، يعني بالتكلفة العادية، يعني كأنك بتتصل لصاحبك، يعني مش مكلف. وكان معنا على الهواء مباشرة، جاوب إجابة صحيحة وفاز ب50,000 ريال. لدينا أكثر من 500,000 في كل حلقة، أنتم اتصلوا بس. اتصال آخر. ألو؟ 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 طيب أذكر أنه الاتصال من خلال الأرقام الموجودة في الشاشة وهي أرقام اتصال محلية، اتصل بشكل مباشر وستكون معنا على الهواء مباشرة، لديك الفرصة للفوز ب50,000 ريال، يعني يوميا تقريبا 500,000 ريال يمني مبلغ الجوائز المالية، يعني أكثر من 10 فائزين إن شاء الله، يعني هو بحسب الوقت المتاح لنا، يعني مدة الحلقة إلى ما تنتهي، يعني حتى لو في 10-20 فائز ما فيش مشكلة. والأسئلة والإجابات هي من الفيلم الذي يعرض. كان أول سؤال كم عدد الأسر، وأجاب سعيد بإجابة صحيحة 35، حتى في ناس يساعدوا هلا في البث المباشر على الفيسبوك، والهدف حقيقة من هذه المسابقة أنه نساعد الناس. طيب اتصال. ألو؟ طيب ممكن ندخل اتصال قبل عشان الوقت. ألو؟ طيب حول الاتصال يا شباب. ألو؟ ألو؟ السلام عليكم. وعليكم السلام، شهر مبارك كل عام وانت بخير. محمد سعيد عبد الله. محمد أيوة. سعيد؟ أحمد سعيد عبد الله محمد. أحمد سعيد؟ من فين أحمد سعيد عبد الله؟ أيوه. أحمد محمد من تعز. من تعز أيضا. طيب. أحمد السؤال الثاني والآن على الشاشة، السؤال ما طبيعة المشروع الذي نفذناه في برنامج حيث الإنسان في قرية عبد الخالق؟ سؤال سهل، إيش كان المشروع؟ مشروع ماذا؟ هاي أحمد. مشروع 100. مبروك لك 50,000 ريال. مبروك 50,000 ريال ايضا لاحمد سعيد عبد الله من تعز. احمد سعيد عبد الله اسمك هكذا صحيح؟ تمام. احمد ما تقفلش السماعه علشان الزملاء في الكنترول ياخذوا منك بياناتك، تمام؟ عشان نحول لك الجائزه غدا، تمام؟ احمد سعيد عبد الله محمد. تمام، الان الزملاء في الكنترول ياخذوا بياناتك الشخصيه، اسمك ورقم تليفونك او البطاقه عشان نحول لك الجائزه. طيب يلا شكرا لك، مبروك. اذا الفائز الثاني مبروك،
اتصال آخر. ألو ألو ألو، السلام عليكم، شهر مبارك. وعليكم السلام، كل عام وانتم بخير. وانت بخير وصوتك واضح، يا سلام. انت متصل على التليفون الجوال ولا الارضي؟ لا لا، الارضي. الارضي، والصوت لذلك واضح. طيب اسالك سؤال، والسؤال بيكون على الشاشه. والسؤال: في اي مديريه تقع قريه عبد الخالق؟ هي في محافظه ابين، لكن ايش اسم المديريه؟ مديريه خنفر. طيب بس اول شيء اعرف اسمك، نسينا الاسم صح؟ اسمك الكريم؟ اسمي ام ايمن العريقي. ام ايمن العريقي، من اي محافظه تتصلي بنا ام ايمن؟ من صنعاء. من صنعاء. طيب وانت متابعه للقصه، متاكده انه خنفر الاجابه الصحيحه؟ ان شاء الله ان شاء الله. اكيد. مبروك، تستاهلي ام ايمن، صوتك واضح، متابعه، مبروك لك 50,000 ريال. الزملاء في الكنترول ياخذوا بياناتك عشان نحول لك الجائزه ان شاء الله. شكرا ام ايمن. اتصال. طيب يعني انا شيء اؤكد على فكره، لماذا المسابقه في برنامج حيث الانسان؟ ليس الهدف انه برنامج مسابقات، يعني لا فائده ولا ربح لنا في قناه بلقيس في المشاركه، لانه كما تتابعون الان الاتصال هو مجاني على الارقام ارضيه مجانيه او من خلال الواتساب، لكن الهدف والفكره انه ساعدنا بمشاريع، لان نريد ان نساعد الناس من خلال هذه الاسئله التي من القصه والمبالغ الماليه. الاتصال. الو. الو الو، السلام عليكم، شهر مبارك. الو الو، ايوه. وعليكم السلام، شهر مبارك. أيوة، كل عام وانت بخير. شهر مبارك، كل عام وانت بخير. انت طيب؟ انت بألف خير. وانت بألف خير. عرفينا عن اسمك الكريم اولا، من اي محافظه تتصلي؟ ابتسام عبد المجيد علي سماد، من محافظه لحج. من محافظه لحج. ابتسام من؟ ابتسام عبد المجيد علي سماد. ابتسام عبد الموجود من لحج. عبد الموجود علي محمد، من محافظة لحج. تمام. طيب تابعت الفيلم؟ تابعت القصة؟ أيوة. طيب سؤالك، أهالي القرية من فين كانوا يجيبوا الماء؟ أيوة. من فين كانوا يروحوا يجيبوا الماء أهالي القرية؟ من البئر. من البئر. سلام عليك، بدون مساعدك، مبروك لك 50,000 ريال. مبروك 50,000 ريال لابتسام عبد الموجود علي من لحج أبين، مبروك 50,000. إذا الآن 4 فائزين، كل فائز ب50,000. اتصال آخر إذا فيها شباب. طيب أشرح مرة ثانية وأكد للناس لماذا المسابقة في حيث الإنسان. المسابقة لدينا مشاريع كثيرة وأهالينا في الداخل محتاجين للمساعدة، لكننا لم نستطع أن نصل في برنامج حيث الإنسان لكل المناطق، هناك ظروف وتحديات صعوبات كثيرة كانت العائق. ساعدنا في 30 قصة و30 حكاية و30 مشروع، سواء فردي أو للمجتمع كله، لكن الجزء هذا من المسابقة، هذا الجزء الآن جزء المسابقة 50,000 ريال لكل من يجيب إجابة صحيحة على سؤال ربما هو بسيط من قصة الفيلم، حتى نساعد الناس ونسعدهم يعني في رمضان. ولدينا اتصال. ألو. أنا والزملاء نتفاهم بعد الحلقة. ألو. اتصال. ألو 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 ألو، السلام عليكم، شهر مبارك، كل عام وأنتم بخير. الو. ايوه تسمعيني؟ ايوه اسمعكم. السلام عليكم. وعليكم السلام، شهر مبارك، كل عام وانت بخير اختي. بطل. ايوه اسمعيني من التلفون احسن. ايوه الان اسمع، الان اسمع. تمام، عرفيني عن اسمك. وانتم بخير. في تاخير في تأخير لأنه تسمعيني من التلفزيون، اسمعيني من التلفون أحسن وأوضح. والآن؟ الآن واضح الصوت. طيب اسمك الكريم؟
معكم وفاء صالح. وفاء صالح، من فين يا وفاء؟ من صنعاء. من صنعاء. تابعت القصة يا وفاء؟ ايوه تابعتها. تابعتي؟ ايوه الحمد لله. تمام. السؤال، أهالي القرية، قرية عبد الخالق، كيف كانوا كيف كانوا يجيبوا الماء؟ عبر أي طريقة؟ كانوا يجيبوا بالدبيب بالماء. ايوه على ما بالوسائل القديمة. ايوه على ايش؟ يعني كذا على الحمار. على ايش؟ انا قادر اشير لك على راسي. ايش؟ على رؤوسهم صح؟ رؤوسهم. أيوة. ايوه على رؤوسهم. والدواب الحمير ايضا، اكرمك الله. ايوه طيب. والحمير. تمام، مبروك لك 50,000 ريال من صنعاء وفاء صالح، مبروك. مبروك لوفاء. طيب. الو، اتصال اخر، الو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. شهر مبارك، كل عام وانت بخير. وانتم بخير. عرفني عن اسمك. اكرم علي ربي. اكرم؟ عفيف. اكرم من؟ اكرم عفيف. اكرم عفيف عبد الوالد. طيب اكرم، من اي محافظه تتصل اكرم؟ من تعز. من تعز. تابعت الفيلم؟ ايه تابعته. طيب، اهالي القريه معاناتهم دائما ومستمره، لكن كانت لهم معاناه في شهر من الشهور، كانت تزداد هذه المعاناه. في اي شهر؟ شهر رمضان. يا سلام عليك، شهر رمضان مبارك علينا وعليك، مبروك لك 50,000 ريال أكرم عفيف. مبروك لك. طيب الزملاء يأخذوا بس اسمك، مبروك لك. مبروك. إذن كل المتصلين لحد الآن كلهم فازوا، كل واحد فاز ب 50,000. إنه الأفضل إنه وزعنا الجوائز على أكثر عدد من المتسابقين، كل متسابق 50,000 ريال. في حاجة؟ تمام. طيب، طيب في اتصال عادي، إذا في اتصال في أسئلة. ألو، تمام، الأرقام موجودة أسفل الشاشة طبعا، في للمشاهدين توضيح فقط، ربما في صعوبة لأنه نحن موجودين خارج اليمن والناس بيتصلوا لنا من داخل اليمن على أرقام محلية، وهناك آلية لننقل الاتصالات هذه من الداخل. نحن الآن كاستوديونا الآن ما نش موجود في اليمن، والأرقام هي يمنية والناس يتصلون من اليمن، يعني في قصة، بس نحن شو نسهل على الناس. ألو، ألو، في اتصال. طيب، في واحد، في واحد بيسأل الآن على اللايف على الفيسبوك، يقول في رقم للمشاهدين من خارج اليمن. للأسف المسابقة للناس اللي موجودين في الداخل، لأهلنا اليمنيين اللي في الداخل فقط، المسابقة هي للأرقام المحلية للداخل حتى نساعدهم ونسعدهم يعني. فالناس اللي موجودين خارج اليمن للأسف يعني المسابقة متاحة للناس الداخل. في اتصال آخر. ألو، 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 شهر مبارك، كل عام بخير. أنت بخير. عرفني عن اسمك. ايوه. الو، ايوه، عرفني عن اسمك الكريم. مختار الخير. مختار. وزين جاهز في جدة. ما اسمعش اسمك. اسمك يا حبيب. وزين جاهز في جدة. شباب اذا سمعتوا في الكنترول. اسمك؟ وسيم شاهد عيد هزاع. الأول أنا بسمعه، أنا آسف صوتك مش واضح. وسيم شاهد عيد هزاع. وسيم. أيوة أيوة وسيم. وسيم. وسيم شاهد عيد هزاع. أيوة. وسيم شايف، وسيم شايف علي هزاع. سعيد سعيد هزاع. وسيم. أيوة. وسيم سعيد علي هزاع.
وسيم شاهد شاهد وسيم صاحب سعيد هزاع. طيب صدق انا شيء اعمل جائزه على اللي بيعرف اسمك. الشيء بعمل جائزه على اللي بيعرف اسمك. طيب شايف سعيد هزاع. شايف سعيد هزاع. ايوه يا سلام 50,000 لي مبروك. شايف سعيد هزاع. طيب انا بس اشرح للناس. ايوه اشرح للناس بس الصعوبه. الان في الاتصال لانه اذكر انا الان في استوديو خارج اليمن، نحن مش في اليمن، والارقام هي يمنيه والمتصلين من اليمن، ونحن عاملين تقنيه والزملاء في التكنيكال عاملين اليه لانه اتصالات داخليه نحولها، يعني قصه طويله فاعذرونا اذا كانت الاتصالات غير واضحه. لكن شايف سعيد هزاع انا بسالك سؤال سهل يلا، لان انا تعبتك وتعبتني. ايش كان اسم القريه؟ قرية من؟ قرية من؟ سلام الله. قرية من؟ قرية؟ قرية عبد الخالق. يا سلام عليك. مبروك مبروك تفوز مبروك 50,000 ريال مبروك مبروك. قرية عبد الخالق. تمام. عبد الخالق والناس على الفيسبوك الان يكتبون اسمك عبد الخالق. مبروك لك 50,000 ريال ونحول لك الجائزه غدا ان شاء الله. مبروك لك. اذا في اتصال عادي شباب يدخل معنا على الهواء. في اتصال؟ الو. طيب الان مشاهدين انتهى هذا الشق من البرنامج والمسابقه الاتصالات المباشره. للي ما شاركش معنا اليوم بالاتصال وما لهش حظ في الاتصالات، في سؤال الواتساب. سؤال الواتساب بنطرح السؤال الآن معاكم من اليوم إلى بكرة الساعة 9. ترسلوا فقط 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 رقم الإجابة الصحيحة. سؤال على الشاشة. سؤال واتساب: على ماذا يعتمد معظم سكان قرية عبد الخالق في حياتهم اليومية؟ على ماذا يعتمد معظم سكان قرية عبد الخالق في حياتهم اليومية؟ والاختيارات الثلاثة هي: الزراعة، اثنين الري، ثلاثة التجارة. السؤال: على ماذا يعتمد معظم سكان قرية عبد الخالق في حياتهم اليومية؟ طيب السؤال واضح معكم؟ هذا البرنامج برعاية مؤسسة توكل كرمان. إذن السؤال واضح: على ماذا يعتمد معظم سكان قرية عبد الخالق في حياتهم اليومية؟ الاختيار الأول الزراعة، الاختيار الثاني الري، الاختيار الثالث التجارة. لو كانوا يعتمدوا على الري ما كانت الحياة صعبة عندهم صح؟ أو الاختيار الثاني. أرسل فقط رقم الإجابة الصحيحة 1 أو 2 أو 3 فقط فقط فقط. أرسل رقم فقط، يعني أرسل رقم 1 فقط بس، وأرسل رقم الإجابة الصحيحة فقط. معك من اليوم إلى بكرة لما نبدأ البرنامج الساعة 9 ونجري سحب ونختار 3 فائزين، كل فائز ب50,000 ريال يمني. تابعونا تعرفوا الأسماء والأرقام وأيضا من خلال صفحتنا على الفيسبوك، وفي ناس بدو يجاوبوا. شهر مبارك، كل عام وانتم بخير، نشوفكم غدا في حلقة جديدة من برنامج حيث الإنسان. في أمان الله. سترى نفسك في الغير وستعرف ما تحدثه لمسة إحسان. بالخير سندرك حتما كم نحن بخير بحكايات تأخذ